نتطرق الآن إلى الخيار الثالث، وهو خيار الامتياز التجاري أو الحصول على الامتياز التجاري. ماذا يعني الامتياز التجاري؟ حق الامتياز يقتضي أن تقوم شركة مانحة للامتياز بمنح الآخرين مشتري الامتياز الحق في إنتاج وبيع وتسويق منتجات أو خدمات الشركة الأصلية باستخدام اسم الشركة التي هي منحت الامتياز وعلامتها وسمعتها وتقنياتها في البيع مقابل رسوم الامتياز ونسبة من المبيعات. مما لا شك فيه أن الامتياز التجاري يحظى باهتمام واسع في المملكة العربية السعودية ودعم كبير جدا من المؤسسات المعنية. وكما تم التطرق إليه سابقا في الخيارات السابقة، فإن الامتياز التجاري أيضا له نقاط قوة ونقاط ضعف. من أهم نقاط القوة أن رائد الأعمال يستفيد من خبرة مانح الامتياز في السوق السابقة مما يساعده على الاستمرار والعمل. يقوم مانح الامتياز بتوفير الدعم والتدريب المستمر، وهذا مهم جدا في مرحلة إنشاء المشاريع. يمكن الحصول على تمويل بتقسيط مبالغ هذه التكاليف. يتم شراء هذه المنتجات والموارد والمعدات والخدمات المستخدمة في هذه المؤسسة بصورة مباشرة من مانح الامتياز، وفي الغالب بأسعار مخفضة. يتم الاستفادة من قوة العلامة التجارية في جذب العملاء، وهذه نقطة مهمة جدا. وفي نفس الوقت هناك عدد من نقاط الضعف. أولها أنك يجب أن تتقيد بتعليمات وشروط مانح الامتياز، فلا يمكنك التطوير أو التعديل أو تغيير شيء معين إلا بعد موافقته. يكون موقف مانح الامتياز أقوى عند التعاقد، وقد تخسر كثيرا إذا تم سحب الامتياز. يجب عليك دفع قيمة الامتياز من المبيعات مما يقلل الربحية والرسوم أيضا السنوية. من بعض نقاط الضعف أيضا إلزام الممنوح بشراء بعض المواد والمنتجات والخدمات من مانح الامتياز حتى ولو كانت أغلى من السوق، وهذه قد تطبق في بعض الأنشطة. محدودية التصرف بالملكية بسبب شروط مانح الامتياز، فلا يمكنك أيضا يمكن التعديل على المحل أو إضافة تطويرات معينة إلا بعد أخذ الموافقة. أداء الممنوحين للامتياز في مواقع أخرى بالتأثير سلبا مثلا على سمعة الممنوح. عند التعامل مع المانحين للامتياز التجاري فلا بد من إجراء تقييم قبل البدء في التعاقد بالاستعانة بالمعايير في الجدول التالي، من ضمنها قوة الاسم التجاري والعلامة التجارية، عمر الشركة المانحة، مستوى انتشارها في السوق المحلي أو السوق الخارجي، خبرة مانح الامتياز، مستوى نجاح الحاصلين على حق الامتياز، الأنظمة الفنية والمالية والإدارية والتسويقية لدى الشركة المانحة، مستوى الإقبال على منتجات وخدمات الشركة المانحة، القوة المالية للشركة المانحة، والجهد الإعلاني والحملات الترويجية التي تقوم بها هذه الشركة. ويمكن وضع وزن نسبي لكل فقرة من هذه الفقرات والعمل على تقييم هذا التعاقد.